تلقى انصار الوداد الرياضي لكرة القدم خبر صار يهم اللاعب منتصر الحتيمي وذلك قبل مواجهة فريق أهل طرابلس الليبي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية للاندية المقامة بالسعودية وكشفت فحوصات الطبية التي خضع لها الحتيمي يوم الجمعة ان الاصابة غير مقلقة المرة وكان اللاعب المذكور قد تعرض لاصابة خلال مواجهة فريق السد القطري يوم الخميس في افتتاح البطولة العربية وتعادل فريق الوداد الرياضي أمام نظيره السد القطري بدون أهداف والتي أقيمت يوم الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي تحمل اسم الملك سلمان للأندية وعرفت المواجهة طرد يحيى جبران عميد الوداد في حدود الدقيقة السابعة وثلاثين بعد تدخل خشن في حق أحد لاعبي السد وسيلاقي فريق الوداد الرياضي يوم الأحد المقبل أهلي طرابلس الليبي بينما يلاقي السد القطري نظيره الهلال السعودي دخل سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم بقوة من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري يوسف البليلي إذا قطع معه أشواط طويلة ويرغب في خطفه من فريق الرجاء الرياضي الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع اللاعب وكشفت مصادر أن اللاعبين الجزائريين المحترفين بالوداد كانوا حلقة تواصل بين إدارة الوداد ومواطنهم البليلي الذي أبدى استعداده لقبول عرض الوداد بعد أن أكد الجزائريين الحسين بن عيادة وإلياس الشتي وزكريا أدراوي استعدادهم حمل قميص الوداد وإعجابهم بالأجواء داخل النادي محفزين زميلهم البليلي على المجيء إلى الوداد وأكدت مصادر مطلعة أن البليلي لديها عرض مغري من فريق طرابزون تركي وأنه في حال تعثرت المفاوضات بين الوداد وبينه سيكون خيار اللاعب الأخير ولم ينجح يوسف البليلي في عدد من تجارب الإحترافية منها بريست وأزاكسو وقرر التخلي عنه في وقت مبكر بسبب صدامه الدائم مع المدربين والمسيرين يقترب الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق السد القطري سابقا كثيرا من انتقال إلى فريقه السابق الوداد خلال مرحلة انتقال الصيفية الحالية، وعاد الحديث من جديد عن صفقة انتقال أيوب الكعبي صوب الوداد في الميركاتو الصيفي الحالي، وكشف موقع راديو مارس أن المهاجم المذكور ما زال لم يحسم في وجهته المقبلة، وقال أن فريق الوداد الرياضي هو الأقرب لضم اللاعب المذكور، خاصة بعدما فشلت صفقة انتقاله الى احد انديه الدوري التركي وقال ان المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي عادل الرمزي حدد اماكن الخصاص بالوداد ومن بين هذه الاماكن خط الهجوم حيث يرغب في التعاقد مع مهاجم قناص وشددت ذات المصادر على ان علاقه الكعبي بسعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي هي علاقه جيده وقال سعيد الناصري ان الكعبي قدم تضحيات كبيره لا يعلمها الا هما معا مشيدا بما اعتبره موسما استثنائيا ذلك الذي قدمه رفقة الوداد عندما اختار اللعب لصالحه أنذاك وأوضح رئيس الوداد الرياضي في حوار مع راديو مارس قال راه الناس اللي كيختاروا كي ويبقاو معاك كيضحي كي وتضحية كبيرة الكعبي قدم موسم استثنائي وسمح في فلوس الوداد رغم تعرض الإهانة وتعاقدنا معاه بسومة لا تساوي تلك العروض التي تلقاها وراه ما توصلش حتى 25% من داكشي اللي تلقاه وقال أنا كنسامح في داكشي لأن الفريق كان بغيها رغم انه تهان وكانوا كيسبوه وتازم نقل مصدر داخل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم آخر تطورات ملف صانع الألعاب أيمن الحسوني مع رئيس النادي سعيد الناصري في ظل المستجدات التي حدثت مؤخرا وتخلف اللاعب عن رحلة الوداد الرياضي للسعودية بهدف المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية البطلة بسبب انتهاء عقده وعدم بلوغ صيغة مع النادي لتمديد إضافة لمطالب الجماهير بمغادرته بعد تدني مستوى هلفا مؤخراً وأكد موقع الكورة أن الجلسات المتكررة كانت بين الناصري والحسوني خلصت إلى السماح له بالرحيل خصوصاً بعد ضم الوداد للاعبين يلعبون في ذات المركز في الميركاتو الصيفي الحالي وستكون الوجهة المحددة هي الدوري القطري وأوضحت مصادر أن الحسوني الذي يدين ببعض مستحقات للوداد اقتنع أنه لا مكان له داخل التركيبة البشرية الحالية لفريق الوداد الرياضي ولكنه لا يود أن يخسر مكانته بين الأنصار لذلك اقتنع بالخروج وهي نفس قناعة رئيس النادي وكان هناك ستة من لاعبي الوداد الذين ظهروا الموسم الأخير قد أعلنوا مغادرتهم مؤخرا وهو بديع أوك ويحيى النضراني وسامي العنبي وحمزة أيت علال ورضا الجعدي وكاتي ديمبلي